صباحكم ورد وياسمين مشاهدينا، مرحبا بكم معنا. هذه الحلقة من برنامج كيف الحال اليوم غادي نهتموا بها بالطفولة الصغرى، بوليداتنا، الناس اللي عندهم هكذا وليدات في سن صغيرة واللي كيتعبوهم أحيانا في أنهم يرافقوهم في الأشياء البسيطة ديال النظافة الشخصية، ديال أنهم يلبسوا حويجاتهم، أنهم يوجدوا راسهم بوحدتهم، ياكلوا ماكلتهم بوحدهم. هذه المسألة كتوصل واحد الوقيته كيتعبوا منها، خصوصا الأمهات شوية أكثر من الآباء أو الناس اللي مرافقين للأطفال. فالعديد من الناس اللي يهتموا بالتربية الإيجابية تكون عندهم بعض الأدوات والآليات كيفاش نعلموا وليداتنا في واحد السن صغيرة أنهم يستقلوا بذاتهم أو يقوموا بهذه الأشياء البسيطة بوحدتهم، طبعا تحت المراقبة ديال شخص بالغ أو ديال الأباء والأمهات. موضوع كهذا غادي نتكلموا فيه مع أخصائية كيف ما قلت في التربية الإيجابية، السيدة هاجر مجبر. أهلا بك لالا هاجر. شكرا لالا عزيزة. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة. الأوتونومي des enfants او الاستقلاليه، ما نقولش الاستقلاليه بالذات كيف ما سبق وقلت، وانما انه يكون مستقل او لا قادر القدره على القيام بمجموعه الاشياء ديال الاشياء بوحدته. هذاك الطفل الصغير هي مساله اللي الدور ديالنا خصنا نعلموها لوليداتنا، يعني باش ما نجيوش نقولوا واحد النهار وحنا كنسمعوا في بعض المكالمات ولا ولدي الا ما كانش حداه ما يديرش التمارين، ولدي الا ما لبستوش ما يلبسش، ولدي ولا بنتي الا ما درتش لها هذه ما غديرهاش. فباش ما نبقاوش نسمعوا بحال هذا النوع ديال الشكاوى، شنو الحوايج البسيطه اللي خصنا نديرو مع وليداتنا باش يتعلموا الاستقلاليه؟ جوستمون الاوتونومي هي مهاره اللي تتكتسب، ما تنكونوش اوتونوم من الصغر، حيت الرضيع تتعلم. الرضيع منين تيخلق هو il dépend d'une autre personne. تبكي تجي واحد الام تتهزو تترضعو تتوكلو، دونك عارف باللي الاحتياجات ديالو غادي تتلبى من عند طرف شخص اخر. هو تيكبر شويه بشويه وحنا تنحاولوا ندخلوا له هذيك المهاره ديال الاستقلاليه. كيفاش؟ اول حاجه في هذاك المحيط اللي عايش فيه الوليد ديالنا يكون تيحترم المعايير والقياس ديال الوليدات الصغار. اول حاجه مثلا هي غير هذاك لو لي، هذاك الفراش ديالو اللي تيكون اباغو تيكون بهذوك العويدات، ما تخليش الوليد من يفيق بوحدو مثلا ينوض. اليوم عرفنا باللي الاستقلاليه تتبدا من البيت ومن لا شومبر ديال الوليدات الصغار، نديروا لهم واحد الفراش اللي هو غير في الارض بحال اللي كانوا شحال هادي تيكونوا تنعسوا الوليدات الصغار. اما طلع في الارض عنده ان بوتيت بروتيكسيون من هنا من لي دو كوتي باش الوليد تيكون مستقل بذاته من الصغر. نعطيو كاين اللي كيديروا هذوك اللي مثلا كيخاف على الوليد ينوض ويمشي يحل الباب ولا شي حاجه بحال هكذا، ملي تيكون صغيور مازال حنا عندنا واحد لا ميتريز تنقدوا نتحكموا في لي جيست ديال وليداتنا. اذا في البيت مثلا غادي يكون لا سيكوريتي، غادي ناميناجيو له لا شومبر باش نحترموا الاستقلاليه ديالو وفي نفس الوقت السلامه ديالو. ما يكونوش لي بريز ديال الضو، ما يكونوش هذوك القنيتات اللي هما تيجرحوا، لي تيغوار نسدوهم. دونك لا شومبر تكون اميناجي دو تيل مانيير اللي تخلي الوليدات ديالنا في الامان والسلامه وياخذ الحاجه. ثاني حاجه اللي هي واحد النقطه اللي هي تتبان بسيطه عند الاباء وهي مهمه. الوليدات اشاك تيبغيو يلعبوا باللعب ديالهم تعيطوا للوالدين ماما جبد لي هذه بعيده عليا، حيت حنايا كاباء النظام تنبغيو نحطوا داك الشيء مرتب ومقاد على حسب الاب ولا الام. ما تنفكروش بلي داك الوليد هو اللي خصو راسو يجبد هذاك اللعبه ديالو باش يلبي واحد الحاجه ديال التعلم، حيت اللعب عند الوليدات تيستجبوا لواحد لي بيريود سنسيبل تنسميهم في التربيه، واحد الفترات حساسه. الوليدات من صفر حتى لست سنين عندهم هذه الفترات الحساسه اللي تيتعلموا راسهم بوحدتهم. غيتعلم يتمشى بوحدو، دايوغ ما تنعلموهش يتمشى، غيتعلم يهضر بوحدو، غادي يتعلم يلبي واحد المهارات اللي باغي يتعلمها دون مانيير ناتوريل اي انكونسيونت. اذا حنا ملي تنردوا البال لهذه الفترات الحساسه ديال وليداتنا وتنرتبوا لهم البيت ديالهم باش يقدوا يهزوا اللعب اللي بغاو ويكونوا مستقلين بذاتهم، تنعاونوهم من بعد. النقطة الثالثة هي الآباء أون جينيرال تيبغيو يلبيو واحد الحاجات باش يساليو بالزرب. مثلا ولدي غيبغي يلبس حوايجو الصباح للمدرسة، أجي ولدي لبس لك حيت أنا مزروبة، أجي نسد لك لي شوسيغ ديالك، أجي نوكلك. دونك حنايا الاحتياج ديالنا باش نساليو بالزربة ما تنخليوش الوليدات ديالنا يديروا. اذا سي سا هذاك المرافقه ديال وليداتنا خصها الصبر، خصها الصبر، خصها لا زين اتيتيود بحالك هكذا، خصها الصبر وخاصها نكونوا واعيين. سي لا بريز دو كونسيونس بلي وليداتنا خصهم يتعلموا.
من بعد سي لونكوراجمون التشجيع. التشجيع التشجيع هو لاكلي، هو مفتاح جميع المهارات اللي بغينا نوصلوا لبيتنا. ابسط الكلمات اللي غتخرج من فمي وانا تنتكلم مع ولدي سي التشجيع. مثلا ولدي اليوم كلا وهز الغطار ديالو داه بوحديتو للكوزينه، غادي نقول له ولدي شتك اليوم هزيتي تو ا ديباراسي لا طابل، عجبني الحال من عاونتيني، ماشي او برافو اسكو تو ا في اكسيلون، مي تنبقاو في هذيك لا فيليسيتاسيون. لي فيليسيتاسيون لوليدات كون داكشي معقول ماشي زايد على الحد ديالو، نركزوه على المجهود اللي دار الولد، حيت التشجيع الي اوريونتي افور الوغ كو لي فيليسيتاسيون الي كومبليمون ريزولتا سي ريزولتا. حنا ما بغيناش لو ريزولتا، حنا بغينا مسكين هذاك الوليد راه تيتقاتل اليوم وغدا. التشجيع بلوس اوني دون لونكوراجمون بلوس الولد تيثق في النفس ديالو، تيثق في راسو وتيبغي يشارك حتى هو في المهام ديال المنزل، كيبغي يعاود يعني هذيك الفعل مرات اخرى. ملي تيكون عندنا وليدات مثلا اللي ما انتبهناش لهذه المساله في سن صغيره، حيت قد ما بدينا بكري مع مع الوليدات قد ما توصلوا لهذه الاشياء الجميله اللي تتكلمي عليها في واحد الوقت مبكر، تلقاو بعض المرات وليد عنده 12 عام 13 عام فوضوي وما يبغي يدير حتى شي حاجه بوحديته، ولا ما وكلتي ما ياكل ولا ما لبستيه ولا مثلا على الاقل تتبقى تابعه دير 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 دير. كيفاش هذا يعني هذه الحاله هذه نعالجوها في هذا الوقت هذا، يعني واخا كبر شي شويه واحد لا دوفيز اللي سنتمشاو عليها زعما في التربيه سي كو ان جامي ترو تار دايوغ في حياتنا كامله. كل ما كان عندنا هذاك كاين اليات بيان سور، الا كانت عندنا هذيك الرغبه في التغيير تنرافق وليداتنا. ان اونفون اللي بدا من 3 سنين تيكون بحال العجينه دغيا تيسمع، بلوس تيكبر بلوس حنايا اون ا بيزوان دو بلوس دو باسيونس، خصنا بزاف الصبر وبزاف ديال المرافقه. في هذه الوقيته ديال 12 عام الطفل تيكون وصل للمرحله اللي تيكون منطقي، تيخدم بالفكر اكثر من المشاعر. اذا غنقص مع ولدي غادي نديرو شنو تنسميو في التربيه الايجابيه لا ريشيرش دو سوليسيون، البحث عن الحلول. غادي نجلس غادي نحط المشكل اللي انا عايشه فيه. مثلا ولدي ملي تندخل البيت كتلقاه بحال هكاك مرون، ما تيعجبنيش الحال، تيعصبني، وانا ملي تنتعصب ما تنبقاش نتحكم في واحد التصرفات اللي تندير معاك وتندم عليهم. انا الغرض ديالي من البيت يكون مجموع هو نكون انا وياك وباباك وخوتك عايشين في واحد لونفيرونمون اللي هو مريح، واحد لارموني فاميليال. دونك اولي شنو تقترح؟ تناخذوا المقترحات ديال وليداتنا. الاباء الفكره اللي خصهم ياخذوا زي كو ما عندهمش دابا عندهم سيطره باش يوصلوا واحد الامر لوليداتهم، ولكن سي في لو كور تيرم. حنا ما بغيناش نربيو وليداتنا في لو كور تيرم، بغينا نعلموهم مهارات سور لو لون تيرم، نعم المدى البعيد، وانا ترافقهم حياتهم كامله. ما يكونش تيخاف من الاب ومن الام الا ما غوت عليه غينوض يجمع بيته، ولاني هو من راسه تكون عنده هذيك لوتو ديسيبلين. نعم خص يكون موتيفي انه علاش يعني شنو الدافعيه اللي غتخليه غادي ينوض يجمع البيت ولا غادي يلبس حويجاته بوحدو، ولا من غير مثلا التشجيع اللي كيقلب عليه ديال الاباء والامهات او لا انهم يشوفوه بواحد الشكل معين، شنو يقدر يكون دافع لهاد الوليدات؟ هو اللي غادي يعطيه لنا ملي غنديروا معاه لا ريشيرش دو سوليسيون. غنقول له ولدي دابا انت شنو تعجبك هكا في البيت مثلا من مرون؟ وماما انا ما تنعرفش فين نجمع مثلا حوايجي. واخا اذا المشكل يمكن في لوغانيزاسيون ديال الحوايج ديال البلاكار، اجي نصاوبهم انا وياك نديروا هنايا باغ مثلا بالترتيب ديال الحوايج، لي ليفغ ديالك اللي هكا مليوحين مثلا، ماما تجيني لي طاجيغ بعيده ما تنوصلش نحط، يمكن عنده واحد البيبليوتيك كبيره. دونك تنحاولوا نلقاو الحلول مجموعين لهاد العوائق، وتتولي بحال ان كونترا اون بو كاريمون في وريقه غير بواحد الطريقه اللي هي لوديك مريحه لوديك، ونقولوا صافي هذا سي لو كونترا ديال لا شومبر ديال ولدي ولا ديال بنتي، واخا غدا الا ما تجمعش. وتنديروا لي سانكسيون ايدوكاتيف. التربيه الايجابيه ماشي غير تنخليو الوليد شنو ما بغى يدير، لا كاين لي كونسيكونس لوجيك لي كونسيكونس ناتوريل، سيتادير كاين العواقب اللي هي التربويه ماشي العقوبه، مي العواقب التربويه. نعم اللي تتخلي ما كنتكلموش على العقوبه في التربيه، مفهوم اللي فوالا لانه ما عندناش الحق
اننا نعاقب واحد الانسان بالتاديب وتقويم السلوك. هادشي اللي كنتكلموا عليه في التربيه الايجابيه. اكزاكتومون. حيت لا بونيسون تتولد الحقد، تتولد الخوف، والانطواء والكذب، وتولد والغش، يعني بزاف ديال الحوايج. اذا هادو كاملين الا طلع هاد الوليد هذا وبالغ ديال غدا تيكذب وتيخاف وما عندوش الثقه في النفس ديالو وتيغش باش ما يتعاقبش وهذا، لا تنعطيوه العواقب ديال الافعال ديالو اللي تكونوا متفقين عليها. مثلا اتفقنا انا ولدي هاد النهار ملي غادي تدخل ولدي عافاك غتبدا تزول حوايجك، ياك اتفقتي غادي ديرهم في هاد ليطاجير واخا، ولا ما درتيهمش شنو نقدو نديرو؟ واخا ماما نقدر ما نمشيش مثلا هو نقدر ما نمشيش لو بارك نهار لحد الصباح انا وياك، متاكده ولدي؟ اه متاكده. اولا شي حاجه كنباغيها مثلا، شي حاجه هو ماشي انا اللي نبزتها عليه. حيت الفرق ما بين العقوبه والتاديب ولا التقويم السلوكي هو النيه وراء هذاك الفعل اللي غادي ندير. مثلا الا كنت انا كاب غادي نوريه باللي انا اللي تنحكم ما غيمشيش، انا نعاقب، اذا هنا عقوبه. ولكن الا خليته يعرف باللي راه التصرف ديالو ولد واحد عنده واحد العواقب، هو راسو تيتقبلو ومن بعد تيولي الكوبير تيشارك في ولا تعرف شنو الحلول. يعني هنا غادي نقولوا بدايه التمرن على الحقوق والواجبات. بغيت واحد الحاجه ولكن انايا مجبر انني ندير واحد الحاجه، بون ماشي مجبر وانما تيخصني نقوم بواحد العمل باش نقدر نوصل لواحد الحاجه معينه، وهذه هي الحياه. يعني فوالا حتى حاجه ما تجينا غير هكذاك، تخصنا نديروا لها واحد المجهود. تنشكرك بزاف بزاف لاله هاجر مجبر الاخصائيه في التربيه الايجابيه. غتكون عندنا لقاءات اخرى اكيد ان شاء الله باش نتكلموا على طرق اخرى حديثه للتربيه. شكرا لك بزاف وشكرا لكم كذلك مشاهدينا. يمكن لكم تعاودوا تشاهدوا هذه الحلقه او اي حلقه من الحلقات السابقه ديال برنامج كيف الحل على موقع ماي دوزام، على موقع دوزام.ما او على الابلكاسيون ماي دوزام. شكرا لكم وإلى اللقاء.